السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس أحمد معكم في هذا الدرس، حنشرح طريقة تصميم هذا الشكل ثلاثي الأبعاد المنظور هذا بواسطة برنامج كاتيا فيرجن 5. نضغط على Start Mechanical Design Part Design. أول شيء احنا نبغى نرسمه القاعدة. القاعدة عبارة عن 96 في 64. نمشي الـ XY Plane هو المسقط الأفقي، نضغط على Sketch، نرسم مستطيل بتحديد السنتر ونرسم ونحدد الأبعاد، نحدد البعد الفوقي اللي هو هذا كيف موجود قدامكم، 96 96. نضغط على OK ونحدد طول هذا يساوي 64. نضغط OK. خلاص نطلع برا سكتش وندير إكسترود. إكسترود لمسافة قداش عندي؟ لمسافة 16. إذا 16 نضغط أوكي. كويس، تو رسمت القاعدة الأساسية لهذا المنظور. تو نمشي لهذا البلين هو اللي هو السيرفس هذا، ونضغط على سكتش من جديد. بعد ما درت سكتش نمشي ونرسم مستطيل عادي. نرسم مستطيل عادي، طبعا الأبعاد متاعها باش نرسم أنا هذي. أول حاجة نرسمها على شكل مستطيل، بعدين ندير الانثناء هذا. فنحدد الأبعاد متاعه اللي هو بعده من هنا لهنا بيساوي 16، بينما المسافة من أعلى إلى أسفل كيف ما نعرف احنا بتساوي 64. كويس، ناخد بين الخط هذا وبين الخط السفلي هذا ونحدد البعد على أساس إنه كوينسيدنس بشيء لصق هولي. كويس، وبين الخط هذا وبين الخط هذا نحدد بعد كوينسيدنس أيضا. كويس، نخرج برا سكتش ونرسم ما تبقى من المستطيل. مسافة العلوية 48. نضغط أوكي. خلاص توني حددت الشكل هو. توا نبي نرسم أنا القوس الموجود هنا. فكويس، ناخد السيرفس هذه وندير سكتش ونرسم دائرة عشوائية تكون السنتر متاعها من المنتصف الأفضل، ودير تختار المسافة من هنا لعند هنا تانجنسي، ومن النقطة هذه لعند النقطة هذه أيضا تانجنسي، هيك يمسهم لي من جهتين. كويس، توا ناخد الخط هذا والخط هذا ونديره على اساس انه بروجكت. بعد ما نضغط على البروجكت نحدده ونديره على اساس خطوط مخفية. كويس، توا ناخذ بروفايل ونرجعه هي باش يكون مش خطوط مخفية، ونرسم خطكي ونرسم خط هنا. كويس، توا مازال حاجة اخيرة، بندير اكسس من فوق الى اسفل ومن الشمال، من اليمين الى الشمال، من جاي في المنتصف او جاي في المنتصف تقريبا، انا جاي في المنتصف. كويس، ندير ترم لشني، طبعا دبل كليك على الكريم على الترم ونمسح الخطوط الزائدة هذو. كويس، تو انا عندي هذه الشطفة جاهزة، ما ناقص الا ندير لها بوكيت. نضغط على بوكيت طبعا من اب تو نيكست يعني للسطح كله. اوكي، وهيك رسمت القوس هو قطرة. طبعا لو كان تتأكدوا من قطرة بامكانكم انكم تخشوا على السكتش، تضغط كليك يمين دير اديت، بامكانك انك تشوف القطرة متاعها وتتأكد، حتلقاه يساوي 32. اذا مزبوط 32. خلاص لو انا اطلع برا البروجكت برا السكتش ونكمل باقي الرسم. طبعا نبي نرسم انا الشكل هو اللي هو بعده 22 من هنا وعرضه 40. لابد من نرسم مستطيل، بعدين ندير الشطفه هذه اللي هي على شكل نص دائره. نختار السيرفس هذه وندير سكتش، نرسم مستطيل عادي. المسافة من هنا لعند الأعلى عبارة عن كوينسيدنس، ناخذ البعد ونحدد الخط هذا لعند أعلى عبارة عن كوينسيدنس، والمسافة من هنا أيضا لعند هنا
تساوي كوينسيدنس. تو نحدد البعد متاعه السفلي اللي هو عبارة عن قداش، عبارة عن 40، بينما المسافة من هنا المعطية في الرسم لعند هنا بتساوي 22. وهيك حددت أبعادها جميعا. نخرج برا السكتش ونرسم ندير باد لمسافة قداش عندنا 28، نضغط 28 وندير اوكي. وهيك رسمت انا الشكل متاعي، مازال النص دائرة من المنتصف. نختار الفيس هذا وندير سكتش. بعد ما درت سكتش نرسم دائرة، طبعا هو مش محدد لك توا هيك، فلابد ما شن ندير انا ناخذ الخط هذا وناخذ الخط هذا وندير بروجكت. بعد ما درت بروجكت خلينا نمسح الزيادة هذه اللي قاعدة فوق، نمسحها عن طريق التريم. طبعا الخط هذا والخط هذا خلينا نديروه خطوط مخفية. كويس، توني هيك يطلع لي الشكل متاعي. نرسم دائرة طبعا بنحددها دائرة عادية، نرسم دائرة. طبعا قطر الدائرة ناخد البعد متاعها، القطر تأكد من هنا تكون قطر مش راديوس، راديوس نص قطر، دايمتر. القطر قديش يساوي؟ بيساوي 24. نضغط اوكي. كويس، المسافة من السطح متاع الدائرة الى هنا بيساوي 8. تمام، هي معدلها بروحها مديرها لي. كويس جدا، بامكانك انه لو كان مش محدد لك بالشكل هو انت تضغط وتدير 8. خلاص تواني الدائرة متاعي جاهزة. شو ندير؟ نخرج برا سكتش وندير بوكيت up to next. اوكي، وهيك رسمت الشكل متاعي. توا نرسم السليطة هذه. السليطة هذه كيف نرسمها؟ عن طريق اخذ ال عن طريق تحديد السطح، هو السطح هذا متاع الشكل، وندير سكتش ونرسم مستطيل. طبعا ما نقدرش نحدد كيف ما قلنا باش نحدده، كيف نديره؟ نختار بعدين زي هذا وهذا ونديره بروجكت ونخلي مخفي. خلاص بعد ما خليته مخفي نضغط ماوس هنا ونرجع من جديد باش نرسم مش مخفي توا. نرسم مستطيل من هنا لعند هنا. طبعا لو كان انا توا حددت البعد متاعي من هنا لعند هنا حيقول لك محدد 40، بينما المسافة هذه من هنا لعند هنا نحددها يدويا اللي هي قديش عندي؟ 12. كويس، عندي 12 ومسافة 40. ممتاز، نخرج برا سكتش ونرسم مستطيل عن طريق الباد. المسافة عندي 28، موضحة قدامكم هنا 28، بإمكاني ندير 28 أو ندير up to plane لعند السطح هو وندير أوكي. وهيك رسمت شكل مستطيل. تو انا بندير له مثلث هيك، ناخذ سطح هذا ندير له سكتش ونحدد الخط، هو لابد ما نحددهم يعني بالخط هذا والخط هذا والخط هذا، وندير بروجكت ونديرهم مخفيات. كويس، بعد ما درتهم مخفيات نرجع من جديد نرص هنا ونرجع من جديد نرص عليها باش ما يطلع ليش الخط اللي بعده مخفي. نختار المسافة من هنا لعند هنا وبندير خط ثاني اللي هو من هنا لعند فوق، من هنا وين هي، من هنا لعند فوق، وخط ثالث بإمكانك تديرها بالبروفايل يكون أسرع يعني. رسمت توا مثلث باش ندير له شطف. نخرج برا سكتش وندير بوكيت، ندير up to next من البداية إلى النهاية ونضغط اوكي. هيك رسمت الشكل المثلث هذا. مازال شيء أخير اللي هو الشكل هذا. الشكل هذا كيف نديره؟ لاحظوا معاي إني أول شيء بندير مستطيل عرضة عشرين وارتفاعها 16. فنختار الفيس هذا، ندير سكتش ونرسم. توا نبي نحدد أنا
مسافة يعني هادي، يعني جاي هو من وين؟ وين بالضبط جاي؟ جاي على مسافة أيوة مسافة 16، يعني بإمكاني ناخذ الخط هذا ندير له بروجكت، بعد ما ندير له بروجكت ندير له مخفي ونرسم مستطيل عادي. مستطيل طبعا لابد ما تخلي شيء مخفي، تخليه عادي، وترسم تحدد المسافة من أسفل إلى عند هنا 16 عندي، نضغط أوكي. العرض متاع المستطيل هذا، العرض متاع نحدد البعد، العرض متاع كيف ما اتفقنا عبارة عن 16، بينما الارتفاع متاع قصدي الارتفاع متاع 16 بينما العرض متاعه بتساوي 20. نختار المسافة من هنا لعند هنا بتساوي 20. بين الخط هذا والخط هو نحدد المسافة على أساس إنها coincidence. كويس، تو نرسمت بعد 20 كعرض وارتفاع 16. تو نخرج برا السكتش، نخرج برا السكتش وندير بوكيت، بوكيت إلى أسفل up to next. ممتاز، ونضغط أوكي. تو نبي نرسم الشيء الأخير اللي هو الدائرة هذه، نرسم الدائرة هذه على السطح أهو، يعني بيكون هنا. خلينا بعد رسم شوية، كيف ما قلت لكم نرسم الدائرة هذه، خلينا نديرها دائرة كاملة. نختار السطح هذا وندير سكتش. إذا درت دائرة لاحظ مش هيحدد لي ولا مكان فيها، حتى نقرب هيوريك أرقام عشوائية. فأنت شو بتدير؟ تطلع من الدائرة وتدير تختار الخط هذا ودير له بروجكت وديره مخفي، ترجع تخبط في الفضاء وتنحي من عليه وترسم الدائرة متاعك. بعد ذلك تخرج من السكتش خروج ودير بوكيت، بوكيت إلى أسفل up to next. وكأني رسمت الشكل متاعي بجميع التفاصيل متاعه. في الختام شكرا جزيلا على حسن الاستماع، لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب، كومنت، لايك، شير إن أمكن، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.